الشق الأول فيما يتعلق بزواج القاصرات يطرح إشكالا كبيرا داخل المجتمع المغربي بصفة عامة، لكن عندما أتحدث عن المجتمع المغربي فهو عبارة عن مجتمعات، بمعنى أنه المناطق في المغرب تختلف ما بين الحواضر وما بين البوادي وبين بعض المناطق في الشمال وأخرى في الجنوب، الشيء الذي لا يمكن أن نكون معه أمام عدة قواعد منبثقة عن القانون وإنما قاعدة واحدة. هذه القاعدة الواحدة يترك أمر تدبيرها عادة إلى القضاء من أجل الأخذ على الاعتبار الأحوال والظروف والأسباب التي أدت بالقاضي إلى تزويج القاصرة. الإشكال الذي يطرح طبعا أن هناك العديد من الجمعيات الحقوقية التي تقول بالتجريم، التجريم فيما يتعلق بالاغتصاب هذا طبعا ضروري، التجريم فيما يتعلق بتزويج قاصرة في ظروف عادية قد يكون ضروريا، أنا أتحدث عن تزويج القاصرات عندما يقع الخطأ ما بين الفتى والفتاة فيما يتعلق بالانزلاقات الجنسية والتي تؤدي إلى عواقب وخيمة. هنا قد يكون الأمر بيد القاضي حاليا، لكن أنا أطرح دائما وهذا كتبته، قلت بأنه لا ينبغي ترك هذا الأمر للقاضي فقط، يمكن أن نضيف إلى ذلك المسطرة التي كانت متبعة في قانون الشغل بالنسبة للخلافات الفردية أو النزاعات الفردية، حيث يكون القاضي في الوسط وهو قاضي قانون بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن الأجراء وممثلين اثنين عن المشغل، وبالتالي فيا لا يكون إلا صوت. هذا ممكن بالنسبة لزواج القاصرات، لماذا نترك القاضي وحده يتصرف فيما يتعلق بقضايا تعم كل مناطق المغرب؟ أنا أقترح بأنه ينبغي إضافة شخصين، يعني امرأتين من المجتمع المدني ورجلين من المجتمع المدني إلى جانب القاضي، ويحكموا جامعا أو يبتوا جامعا في هذه القضايا عندما يطرحوا الإشكال بيتعلق بالتسخير.